اليوم زيتون أسود أخضر مكدوس ومطبق مع غادة التلي. كيفك؟ كيفك ديالة؟ أخبارك؟ أنتي؟ كله تمام؟ أنا كمان الحمد لله. غادة، ليش يعني الزيتون ما خلص اللي كبس واللي كتير للغاية مبارح بيكلموني في التليفون ويقولوا لي جاهزين الزيتون. لسه في زيتون، هو لسه في زيتون بس كسلانين اللي ما كبسوا لهلا. احنا كسلانين برضو. طيب وبلزمنا ملح، شايف؟ صح، بلزمنا زيت زيتون. عن جد بالله بلزمنا زيت زيتون، يعني احنا كان لازمنا زيتون وليمون كمان وبس. زيتون اسود، ملح، زيت زيتون وليمون. ويا طيب، طبعا زيت احنا طبعا هنا كميات صغيره علشان خاطر بس نوري ازاي بيتعمل. فطبعا احنا عندنا الزيتون بنشتري، الطري بنستبعده خالص ما بنستعملوش. بنجيب الزيتونه بعد ما غسلناه الجامد وبنشرحه ثلاث مرات كده وبنحطه. كم يوم لازم يضلوا هيك محطوط؟ شوفي وبترصيه مش هيك؟ هقول لك. طبعا. هل هذا مرصوص؟ ده خالص، يعني قصدي انه ارتص. طبعا خلاص. فالمهم بنجرحه، كل الزيتون بنجرحه وبنحطه في ميه. تمام، هنجرح كل اللي عندنا. طبعا الكميات بتبقى كبيره، وبعدين هنحطه في ميه لمده تقريبا 5-6 ايام، اسبوع. بس الصبح بنغير الميه وبالليل بنغير الميه. بنفضل كده ميه بس ميه. الطريقه دي طريقه عمتي، ولو في حد بيعملها بطريقه مختلفه جربوا الطريقه دي، ان شاء الله هتعجبكم، لان كل اللي بيدوق الزيتون بتاع الست دي ما بيقدرش ياكل غير الطريقه بتاعتها. لا عن جد طيب، صح؟ ما فيش، مش بقولوا حد، مش مالح، مش هي الست دي اكلها على الكتالوج. المهم بعدين بعد كده بنغير المية عليه الصبح وبالليل لمدة 5-6 ايام، وبعدين بندوقه. لو المرار هو ده الراح ودي الدرجة اللي احنا عايزينها، من اول بنصفيه، من خلاص بتبقى اخر مرة نحط المية بنصفيه. بعدين بنحط له شوية ملح. اوكي. وبعدين بنفضل بنقلبه وبنخليه في الملح برضو بتاع 3 ايام، برضو الصبح يتقلب وبالليل مرة، يعني بتاع 3 مرات في اليوم. وانت رايحة وانت جاية اديله تقليبة. لازم. لازم. ما بتحطي عليه اشي؟ لسه. أوكي. بعد بقى انا مصممة. بعد بقى الثلاث ايام دول ما بيكون اتملح، برضو بندوقه علشان نشوف الملح ظبط ولا محتاج شوية كمان، بنديله رشة كمان لو محتاج، لو مش محتاج خلاص. بتاخدي عندك أي كيس، كيس مخدة مثلا، أي كيس من عندك بناخده بنحط فيه الزيتون، هنرصه زي ما انت عايز. أي كيس؟ كيس يكون قماش يعني. أوكي. طيب بعد ما بيخلص، بعد ما بنقعده في بعد ما بنكون تقلنا عليه 3 ايام بناخده، بس بننشره في الشمس كمان قد ساعة علشان نبقى متأكدين انه خلاص ما فيهوش أي مية. روزان بدوان بتسلم عليك. الله يسلمك. مريم الفقير وعمود الهواشم وسحر الشويش من القدس كمان. سحر جميلة، سحر حبيبتي. وأمل تاية. أمل من إربد. إربدتة. ومن إربد كمان جميلة. محمد جمال. محمد كمان. طيب هناخد بعدين الزيتون، هناخده ونحطه ونحط معاه الليمون اللي احنا عايزينه، يعني هو تقريبا برطمان قد ده بيكفيه ليمونه. عم بيقولوا لي محمد بيقول امانه ديالة تاكل زيتون. امانه تخلي لي شوي، ما تحطيش بالبرطمان كله. بالله عليك خلي لي شوي. حسابك البرطمان كله يا ديالة. انا عايزه البرطمان. انت خدي البرطمان. لا عايزه الصحن. يعني صح اللي فيش، خلي لي كم من حبه. حاضر. هن لسه تفكروني ما اكلتش. ماما هي خبت وعم بتخبيه بالبرطمان عشاني. حنين الزعبي بتسلم عليكي. الله يسلمك. صباح الخير. هلا في زيتون اسود اذا نقع بالمي بيروح لونه، شو السبب؟ لا اللي بيودي ما بيروحش لونه هو، يمكن تكون حاطه للميه ملح، مش مفروض تحط له ملح. بعدين ممكن تكون لما حطيته في البرطمانات حطت معاه الليمون من الاول. واحنا قلنا ما بيتحطش الليمون من الاول.
منال رزق الله بتسلم عليكي. الله يسلم. وهبة عبيد كمان. دول؟ بلا يا دوبك. طيب شوفي دلوقتي هنعمل ايه، هنحط دلوقتي كده تمام الزيتون الاسود عندنا. فين الزيت؟ ليس احمد بيقول لك كيف بنحافظ على يضلوا قاسي الزيتون بعد الكبيس؟ قلنا اهو علشان السر بتاع انك تخلي الزيتون يفضل قاسي ما تحطش الليمون معاه من الاول. هذا هو السر. الليمون بيتحط بس في البرطمان اللي هنستعمله. محدش يرجع يسالنا هالسؤال. بيقولوا الزيتون الاسود بالكلس على الطريقه الشاميه شو اللي؟ انا اللي ما اعرفش الزيتون الاسود مش محتاج يتعمل له يتحط بالكلس، اللي بيتحط له اكتر حاجه مربى، ودي هعملها قريب على التلفزيون ومش عايزين اللي ما يعرفوش محدش يتخض، مربى البتنجان. مربى البتنجان، مسكتي بطنك خلاص؟ لا مربى البتنجان هي اللي بيتحط لها. هو عامه الكلس بيتحط في المربات اللي هي بترخي معانا، فاحنا علشان يفضل ماسك نفسه جامد هو ده اللي بيتحط له الكلس. فمن ضمن الحاجات اللي بيتحط لها الكلس مربى البتنجان. طيب هنحط الزيت. انت كبستيه بالزيت يبقى ده. هلا في إشي بيكون بال انا ديل انت دقتيه. هذا انا دقته اخر حلاوه. طيب دلوقتي استني ايه بتشتي إشي في جيبي؟ في جيبي لازم ما انا زعت وانا نازله بفتكر الحاجه بتكون الشنطه اتقفلت فمش عارفه احطها فين. دي شاشيه. ليه الشاشيه دي بتتحط على وش الزيتون شايفة ازاي كده؟ هنا علشان ما يعفنش. اوكي معايا؟ فبنحط الشاشية هنا كده. تمام. وبنقفل في معانا نريمان طولت. طيب خلاص هنقفل البرطمان وكده الزيتون الاسود خلص. خلص. كل سنة تسالمين. ناخد نريمان. نريمان مرحبا. مرحبتين. مستوى الزيتون خلاص. كيف؟ استوى الزيتون وانا على التليفون. عن جد استوى؟ كم من يوم صار لك على الخط؟ بقالي كثير. بقالك كتير. نستاهل برضو احنا. هو الزيتون اللي بيستاهل كمان مش بس انتو، الزيتون اللي بيستاهل اللي من تحت ايدين غادة. وانتي يا نريمان يا جميلة. كيفك غادة؟ كيفك انتي؟ مشتاقيت لك. انا كمان. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. عن جد قربت اخلص اطرميز زيتون من وراكي. والله مش عملته على طريقتك لما حكيت معاكي. ايه الاخبار؟ والله كله تمام. طلع كويس؟ والله صار جوزي بدي ينزل على السوق مشان يجيب زيتون كمان مرة. مرضتيش؟ يلا الحمد لله اللي عجبك. ازيك وزي ابنك؟ الحمد لله تمام. الله يخليك يا رب. الله يخليهولك يا رب. هلا طبعا هو نايم مشان هيك بحكي معكم على هداوة. الله يخليهولك ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. وما حدا يعتب على ديالة لانها اكتر أكلت كثير زيتون لأنه كثير طيب. بالهنا والسفة ليكي ولدياله. يسلم ايديك ويعطيكم العافية. الله يعافيكي حبيبتي. مع السلامة. طيب دلوقتي نروح للزيتون الأخضر في السريع لأن احنا النهاردة عندنا كثير أكلات. يلا بس برضه نرجع نذكر بالسؤال، إيش البرنامج اللي بيطلع قبل دنيا يا دنيا؟ هل هو دنيا الصحافة؟ أنت بتعرفي؟ أنت بتتابعينا من الصبح تكون صاحية؟ أمال ليه؟ لا صاحية ببقى صاحية طبعاً. الساعة 7:30 صاحية؟ أنا بصحى 7. بتحضر دنيا الصحافة بعدين دنيا دنيا؟ بحضر الولاد بوديهم المدرسة. يبقى ما بتعرف إيش الجواب. لا عارفة. إيش البرنامج اللي بيطلع على دنيا دنيا قبل دنيا دنيا؟ هل هو دنيا الصحافة نبض البلد ولا حلوة دنيا؟ يعني تفتكري هيكون إيه أنت؟ أنا بفتكر حلوة دنيا. أنا بفتكر واحد لازم يقرأ الجرايد الصبح. اللي هي دنيا الصحافة. بالله عليكي. لا والله. طب ابعتي اس ام اس. أنت عارفة إن أنا كنت هبعت بعدين قلت اكيد لما يلاقوا اسمي مش هيكسفوني. ماشي يلا ايش بدك نعمل؟ طيب زيتون الاخضر. هنعمل الزيتون الاخضر. ناخذ الزيتون الاخضر طبعا بلزمنا ايش؟ زيتون اخضر مثلا ليمون ملح فلفل. لا فلفل حراق. فلفل حراق. والقليل من الزيت. ايش معنى القليل؟ هو كده. هي دي في حاجات الستات الكبار دول بتاخدي منهم الوصفه ما تناقشيهمش خالص. اكليه كليه. ده من الفولت العالي. اوعي. شو فولت عالي هذا؟ 420 فولت. هو اللي بيعملوه بالكلس عشان يحافظ على قوامه عشان يفضل زي ما هو جامد. بس احنا قلنا ازاي ممكن يخلوه جامد من غير ما نضيف له الكلس. يلا طيب دلوقتي بنجيب الزيتون طبعا وبعدين بنغسله وبعدين بنفقشه يا حبيبتي. في روان بازيان من السعوديه. طيب. تسلم عليك. الله يسلمها. أمانة حياري.
بس بنضربه لغايه ما بيفتح معانا. اوكي بس يفتح ضربه خفيفه بس يفتح، يبقى هو كده اتعمل زي ما احنا عايزين. بعدين بناخده بنحطه بعد ما بيكون طبعا كله اتعمل كده، بناخده بنحطه في اللي هو ده اوريدي جاهز كله متفقش. بناخده بنحط له ميه وملح، الملح بيكون شويه ظاهر، بندوقه بيكون شويه ظاهر. ام ياس عم تسال قديش كميه الملح. ام ياس هيو ها، ده اللي ما فيش عيار، ده حسب كله الطعم. حسب الطعم. وبنحط له ميه وبنسيبه فيها. طبعا لازم دلوقتي ندوق الملح علشان نعرف اذا كان كفايه الملح ده، احنا عايزين الملح شويه ظاهر. تمام سوسو السيد، بندوق الملح لازم يكون زي ما قلنا ظاهر. بعدين لو هنستعمله، يعني لو احنا عاملين البرطمان ده علشان خلاص هناكله قريب، مشمونه بيتنقع بس لمده 3 4 ايام. اوكي لو هنستعمله كمونه، يعني عايزين نشيله بالشهور بس يوم واحد هننقعه في الميه وملح. اوكي تمام هنعمل ايه دلوقتي بعد هنطلع كده؟ فاصل. لا فاصل ايه اللي هنطلع؟ يلا بسرعه، يلا كملي كملي. خلاص هو كده احنا هنقول ان احنا عاملينه للمونه، فان هو قعد 3 4 ايام بالطريقه دي في هنا. بعدين هناخد دلوقتي هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هنحط ميه. تمام وهنحط هنملح الميه دي. هنحط الاول الكميه دي وبعدين هناخد البيضه اللي عندنا، انا غسلها بس خلينا نغسلها تاني. دي اسمها ايه دي تعرفي؟ بيضه. لا والله. طيب بنحط الميه هنا فيها ملح، بعدين بناخد البيضه بنحطها. تمام فاشت. اهدي بقى. ايش يعني قليل الملح؟ ما بدها هيك، عايزه شويه ملح كمان، لان لازم الجزء اللي يبان من البيضه يكون تقريبا قد العشر قروش، خمس قروش. هيك خلاص. تمام. بعدين هناخد برضو البرطمان وهنحط الزيتون بالتبادل مع الليمون والفلفل الحراق. لسه في مكدوس؟ لا لسه في مكدوس. طول المكدوس. اهم بدنا المطبق. بدنا المطبق اهم. يلا طيب بنحط الليمون بينهم والفلفل. كان انا عملت هيك وانت عملت المقلوب. والله طب ما قلتيش ليه من الاول؟ خليتها للاخر. خلاص هو احنا بس بنحط ده كده. لا هنلحق ان شاء الله نعمل كله. بنحط شويه زيت زيتون ولا لا؟ لا بصي، زيت الزيتون بنحط شويه على الوش فوق. شويه صغيرين جدا على الوش. كان سؤال قبل ما يطفي الجالكسي. ليش بيطلع عفونه فوق؟ علشان كده بنحط شويه زيت زيتون. عشان نحط زيت علشان ما يطلعش، علشان ما تطلعش العفونه دي. بنحط شويه زيت زيتون. شوفي الحاجات الصغيره دي هي اللي بتخلي العفونة ما تطلعش. بتخلي كمان الحاجات اللي بنعملها بتبقى ناجحة، يعني هي حاجات بسيطة. يلا. بس احنا بنتعلمها من الناس الكبار. حطي زيت زيتون. بس عارفة الغطا فين؟ هي الغطا. طيب نحط بقى نقطة زيت زيتون فوق شوية بس، نتفة صغيرة. أوكي. بس خلاص كده يبقى عندنا البرطمان بتاع الزيتون جهز. الزيتون الأخضر كده. تمام تمام جاهز البرطمان. جاهز. نطلع فاصل. يلا فاصل ونواصل. ونواصل.